السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور برنامج أرض السواد حول موضوع الصناعات الغذائية، أهميته، الواقع الآن اللي قاعد نعيشه، هل لهذه الصناعات مستقبل مزدهر بالعراق في ظل كل هذه الأحداث اللي نشاهدها من تراجع كبير بموضوع الصناعة، صناعات الغذائية، ارتباطها بالزراعة، توفير فرص عمل. ليش جت فترة من الفترات منذ عقود الصناعات الغذائية كانت مميزة جدا بالعراق، وواصلين إلى مرحلة قد نقارن أنفسنا بدول متقدمة جدا ودول عالمية، وكنا سابقين أغلب دول الجوار. الآن الصورة انقلبت أو انعكست، الآن أصبحت دول الجوار هي المتقدمة بموضوعات الصناعات الغذائية، وأصبح العراق مجرد سوق يستهلك هذه النتاجات. طبعا أحبة المشاهدين، ضيفنا اليوم لأول مرة يشرف برنامج أرض السواد الالتقاء بقامة صناعية واقتصادية مثل الأستاذ علاء القصير، المستشار الاقتصادي والخبير الاقتصادي ومستشار رئيس مجلس النواب في الدورة السابقة بخصوص الاقتصاد. أهلا وسهلا بك، ربي يخليك. بالبداية أريد نتعرف بيك، بما أنك اليوم أول حلقة في برنامج أرض السواد، اليوم أيضا المشاهد يريد يعرفك. يعني لي شرف أنه من أوائل الذين يعني تابعوا واستمروا في تقديم يعني طروحاته وأفكاره فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بمجمل الأعمال الاقتصادية في هذه القناة لأكثر من سنتين أو 3 سنوات. وأيضا لي شرف أنه أكون أحد مؤسسي يعني التجمع في فرسان الأمل وفي تقديم الكثير من طروحات إلى ممتاز الأخوة العاملين في هذا التجمع. عملي هو كان يعني كان له علاقة فيما تفضلت به، يعني إذا كان له علاقة بالصناعات الغذائية وفي الصناعة وفي التصنيع العسكري، فهي كلها تدخل في إطار واحد وهو يعني التصنيع. يعني الصناعات الغذائيه هي جزء من يعني جزء من الصناعه لتصنيع مواد لها علاقه بالزراعه ولها علاقه يعني بالتربه وبالهواء والى اخره. يعني بدايتك في الحديث عن الصناعه الغذائيه وانه العراق كان من اوائل الدول اللي كان لها الدور الكبير، نعم العراق قد يكون من اوائل الدول حتى على مستوى الدول الاقليميه يعني في الصناعات الغذائيه، باعتبار العراق يتمتع بكل المزايا اللي إلها علاقة بالصناعات الغذائية: الماء، تربة، هواء، عقل، وبالتالي أنشئت الكثير من المعامل الصناعية. صح. إذا ذكرنا معامل تصنيع كربلاء لمختلف أنواع اللي هسه قاعد تدخل لنا المواد مع التركية مثل الزير وغير الزير والمراعي وغير المراعي، هذه كانت أساسها هو كان أساسه هو العراق. في كربلاء معامل عندنا في ديالة أيضا في صناعة المعجون وأمور كثيرة أخرى، وحتى في صناعة كل ما يتعلق بالأعلاف اللي دائما تدعم الصناعات الغذائية. نعم. كانت موجودة عندنا أيضا في محافظات كثيرة. نعم أستاذ علاء، يعني حتى المشاهد اليوم يكون على اطلاع، أريد تعريف مبسط للصناعات الغذائية، شنو الصناعات الغذائية؟ الصناعات الغذائية انه تاخذ من يعني خلي اعطيك مثلا يعني لا. الصناعات الغذائية واللي هسه الدولة يعني في برنامجها القادم، وانا كان لي لقاء مع الاخوة في وزارة التخطيط، انه التوجه نحو الصناعات الغذائية. كل ما يتعلق بقوة المواطن من يعني كل ما يتعلق بالزراعة وكل ما يتعلق ب حقول الأبقار وحقول الدواجن ثروة الحيوان والمجازر، واليوم أنت تتمتع بإمكانية هائلة من يعني فيما يتعلق ب يعني علف الحيوانات أو طعام الحيوان، وبدت يعني أسميها الثورة فيما يتعلق بحقول الأبقار وحقول الدواجن. اليوم العراق يعني مكتفي ذاتيا فيما يتعلق بلحم الدجاج واللحوم الأخرى، مشاكل فاعتماده على التصنيع او على الصناعه الغذائيه بالوقت الحاضر هو
يعني توجه السيد رئيس الوزراء باعتباره كان ايضا في فتره من الفترات وزير الصناعه، التوجه لكل ما الى علاقه بالصناعات الغذائيه من زيوت اللحوم من مختلف انواع المواد السائله وحتى المواد الصلبه اللي احنا نعتمد عليها. يعني الصناعات الغذائيه انت ممكن تصنع من الحنطه كثير من صحيح الامور الاخرى اللي لها علاقه بغذاء المواطن او غذاء الشعب. ونفس الشيء بالنسبه للحبوب الاخرى، يعني سمسم عندنا، راشي عندنا، نعم. كذا عندنا وهكذا. يعني قلت لك يعني في فتره من الفترات كان هناك توجه بطمر الصناعات الغذائيه في العراق، وكان هذا توجه استراتيجي من قبل حتى الاخوان، مع احترامنا لهم يعني الاخوان الامريكان، انه تحطيم الصناعة كان جزء في العراقية. تحطيم الصناعة العراقية كان جزء من السياسة الأمريكية حتى يبقى العراق تابع في استيرادة لكل المواد الغذائية من الدول اليوم اللي سيدت هذا الموقف بالنسبة للعراق في سوريا والأردن ومصر وتركيا وجار إيران. فالعراق سابق كان قلت لك من أوائل هذه الدول صناعات الغذائية، وبالتالي اليوم أصبح يعتمد على هذه الدول فيما يتعلق. لا اليوم يسأل سؤال يقول لك مثلا انه ندري انه اكو توترات مثلا بالعلاقه بين الولايات المتحده والجمهوريه الاسلاميه في ايران، وايضا هناك توترات مع تركيا، هناك عدم علاقه جديه او حقيقيه مع سوريا، اكو توتر. ليش اخلي العراق انه مثل بتصريحاتهم ودائما يقولون انه العراق حليف استراتيجي لنا في الشرق الاوسط، وعندنا اتفاقية أمنية مثلا بين العراق والولايات المتحدة، ليش أخلي مثلا العراق يعتمد على دول تقول الولايات المتحدة الأمريكية هي عداء أو خلاف بيناتهم؟ احنا خلينا نترك هذا الجانب. نعم. يعني لسنا بصدد العداء الأمريكي الإيراني أو العداء الأمريكي التركي أو العداء مع الأمريكي السوري وغيره. لكن هي السياسة الأمريكية الاستراتيجية الأمريكية قبل أن يدخلون للعراق كانت هذه سياستهم، ولهذا القرار الأول من قبل بريمر او من قبل يعني خلينا نسميها السياسه الامريكيه تدمير كل القاعده الصناعيه العراقيه. يعني ما تركوا لنا معمل، ما تركوا لنا مصنع، ما تركوا لنا اي جهه صناعيه اخرى، مو فقط الصناعات الغذائيه لكن كل ما له علاقه بالصناعه تم تدميره بالكامل. وهذا يدل على شيء واحد وهو المهم، انه حتى يبقى العراق تابع او حتى يبقى العراق يدفع للدول خلينا نسميها اللي اقل ضعف مالي مثل دول سوريا والاردن ومصر، ويبقى اعتماد العراق على هذه الدول في دعمهم من الناحيه الماديه والناحيه الماليه. هذه هي جزء من السياسه الامريكيه فيما يتعلق بالصناعه. نعم. لكن الاهم من هذا هو تدمير القاعده الصناعيه، خلينا نسميها القاعده الصناعيه الثقيله فيما يتعلق بالصناعات العسكريه. طبعا احبة المشاهدين، يعني عندنا فيديو في بعض المعلومات عن الصناعات الغذائية ما هي وايضا تقييمها بالعراق. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ علاء، شاهدنا هذا التقرير اللي يتكلم عن الصناعات الغذائيه. الان بما انك يعني مستشار مجلس النواب سابقا بموضوع استشاره اقتصادي، وايضا لديك هوايه يعني اكيد اصدقاء وعندك علاقات انه تقيم الصناعه عموما بالعراق، الان تقييمك للصناعات الغذائيه بالعراق كيف؟ ايش قد تعطيها من 10؟ هل هي انه بتراجع؟ هل هي ممكن تتطور؟ هل هي مندثره؟ شنو تقيم؟ هي يعني
يعني مثل ما يعني تحدثت بداية هو دعم الدولة لهذه القطاعات في البداية كان أنا أسميه دعم مخجل، يعني في دعم الصناعة العراقية أو الصناعة الغذائية العراقية. لذلك كثير من المعامل يعني كانت يعني باعتمادها على التمويل الذاتي فيما يتعلق ب يعني موظفيها وكوادرها كلها العاملة في المجال الصناعات الغذائية كان يعني دعم ضعيف. وكانت هناك أيضا يعني توجهات، احنا مرة سمعنا الأستاذ محمد دراجي إن كان وزير الصناعة قال ما يخلونا نصنع. من ما يخلونا نصنع؟ ما هي ظل هو خلاها مبهم، ما يخلونا نصنع حتى نبقى نستورد. ولهذا كان هناك ضغط وهناك عدم يعني عدم استقرار فيما يتعلق بالصناعة الغذائية. اليوم التوجه تغير، يعني التوجه تغير نتيجة نتيجة الأزمات الاقتصادية ونتيجة الأزمات حتى الزراعية اللي موجودة في العالم بعد أزمة روسيا وأوكرانيا وكثير من الدول اللي احنا كنا نعتمد عليهم في استيراد الكثير من المواد يعني خلينا نسميها المواد الغذائية. لأنه انت اليوم بالفيلم دا يتحدث عن مسألة الحنطة القمح، يعني في سنين مضت كان العراق من أوائل الدول في العالم على مستوى العالم في تصدير القمح والحنطة. اليوم بدينا اليوم نستورد نصف الكمية اللي ننتجها احنا، يعني العراق عنده الإمكانية أن ينتج 5 إلى 6 مليون طن من القمح. إضافة لهذا اليوم يعني زيادة عدد السكان أدت إلى ارتفاع يعني طلب استيرادنا من بالوقت الحاضر أنا أقدر بعد هذه يعني إنشاء المصانع اليوم اللي صارت فيما يتعلق بصناعة الألبان وصناعة الزيوت وصناعة الكثير من المواد الأخرى. نعم. ممكن إعطاء 30 إلى 35% نسبة في تطور هذه الصناعة. أنا يعني ما أقدر أسميها تطور هذه الصناعة لأنه العراق هو أصلاً هو موجودة من قبل. هو العراق قلت لك يعني اللي أسميه العقل العراقي في هذا التخصص بالذات. قد نكون إحنا من أوائل الدول بعد جمهورية مصر مثلاً. ما أقدر أقول السعودية، السعودية يعني كل مصانعها الغذائية اعتمدت على الاستشارات واعتمدت على الشركات الاستثمارية اللي جت اشتغلت أجنبية وتجي تدخل. الضعف اليوم اللي موجود احنا عندنا فيما يتعلق بالاستثمار أو استثمار القطاع الزراعي، استثمار المشاريع الزراعية الاستراتيجية. صح. يعني دعم الفلاح، دعم يعني دعم الفلاح بكل ما يحتاجه، مثل ما كان عندنا قانون اسمه قانون الإصلاح الزراعي. صحيح. أو الأرض لمن يزرعها. كانت هناك نية وكانت هناك رغبة في أن يكون الفلاح يعني منتج حقيقي. اليوم أصبح الفلاح إحنا عندنا منتج يعني يشوب الكثير من علامات الاستفهام. صحيح. ولهذا انتقل من الزراعة، اجى لبغداد اشترى له تاكسي، اشترى له كذا ما أعرف إيش، وترك زراعته وترك. وأقصى مسألة الجفاف حين جندي. مسألة الجفاف أيضا لها علاقة، مسألة قطع الماء أو قطع المياه عن نهر أرض دجلة والفرات لها علاقة كبيرة يعني في هذه المسألة. لأن اليوم أنت قلنا الصناعات الغذائية مو فقط اللي تعتمد على الزراعة، يعني أكو عندنا إحنا فيما يتعلق هي أيضا لها، خلينا نقول لها علاقة الزراعة فيما يتعلق بحقول الأبقار ولا أكيد حقول الأعلاف وهذه يعني أخذت شوط طويل 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 جدا في عدم الإدراك في دعم هذا القطاع المهم. وخلينا نقول نزيد من الشعر بيت، يعني الإدارة العملية الزراعية سواء كانت من خلال وزارة الزراعة والعاملين في وزارة الزراعة. يعني قصدك أنه ماكو تكامل حقيقي بين الزراعة والصناعة، أنه يعني بالعراق، لأن احنا مثل ما ندري أن الصناعات الغذائية هي حلقة وصل بين الزراعة وبين الصناعة، فما أقول يعني إنه ما دا يعتبرون إن الزراعة لها ارتباط وثيق بالصناعة وإنه هي عبارة عن دائرة متكاملة. أنا دائما ما أتحدث بالسياسة، بس بهذا المجال راح أقول لك وأتحدث سياسيا. أي. يعني دائما الزراعة والصناعة يعني تعتمد على المحاصصة، فلما يكون وزير زراعة من جهة معينة طرف ووزير صناعة من طرف آخر، فبالتأكيد راح يكون هناك تضاد يعني فيما يتعلق كل الدورات. كل الدورات تقريبا يعني
نفس تقريبا كل دورة التعليم العالي والتربية بالضبط، يعني بالضبط مثل ما صار احنا عندنا فيما يتعلق بالاستثمار، او حتى يعني اليوم من يجيك مستثمر يقول لك انا بدي اسوي مشروع سكني هنا، يقولوا له لا مو هنا سوي هنا. بشوفهم داخل البرلمان احيانا اكو هناك يعني يصير هنا ما يصير هنا. فقلت لك يعني يعني توصل مرحله انه يجي مستثمر، نعم مستثمر يقول اريد اسوي مشروع هنا، الوزير الوزير بعيد عن هذه المنطقه او طائفته او قومته اللي يسوي هناك. خلينا نعطي مثل هسه، السعوديه تبرعت بملعب كره قدم للعراق وظلوا الاخوان نسوي بهالمنطقه لو نسوي بهالمنطقه لو بسمايه لو بسمايه لو نسوي بالتاجي بالتالي راح مشروع وخسرنا لهذا المشروع. كانت هي يعني هو خلى اعتبره اني مو يعني مو ما دخله بالاطراف يعني بالطرف السياسي او طرف عدائي او طرف، لكن هذا مال منحه قاعد تجينا العراق مثل ما كانت تجي منح من العوائل الفقيره مثل ما كانت تجي منح لمشاريع اصلا من صندوق النقد الدولي او من دول اخرى كثيره. نعم ففقدنا الكثير نتيجة هذا التناحر السياسي أو التناحر. طبعا أحبة المشاهدين، قبل أسبوع عرضت حلقة على إنتاج الفطر أو زراعة الفطر اللي هو يعتبر أحد الصناعات الغذائية اللي حقيقة بدول أخرى يعتبر شيء مهم جدا، ولكن بالعراق يعني أكو مصانع ومعامل أو مزارع فطر متطورة عالمية، ولكن للأسف بعيدة عن الدعم وبصعوبة انه تعطي مثلا جائزة الاستثمار والروتين الممل اللي يعانون منه. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. حقيقة احنا اخذنا اجازة استثمار رقم واحد لسنة 2009 من هيئة استثمار بغداد. نعم. فكانت احنا طبعا بالمناسبة احنا هذا المشروع المشروع اللي اصطدم بكل عقبات يعني مشروع الاستثمار اللي سنته الحكومة العراقية في ذاك الوقت. ايش اكو عقبة، ايش اكو فد شيء يعني عائق صار الانصدام بين مثلا شنو العوائق اليوم مثلا اي مستثمر زراعي يريد يفكر المشروع على مود ممكن يعبر هذه العراقيل او العوائق شنو اهمها؟ لا اكيد هسه حاليا يقدر يعبرها، لان ايه؟ قلت لك سووا تصليحات على تعرف اي موضوع يبدا حديث يصير عرقلات يتجاوزوها يبدي يصير الامور تصير يعني تصدمتوا بها اول بالضبط. فيعني مثلا قانون الاستثمار نصوصه تقول انه انت فقره اسمها النافذه الواحده، هاي النافذه الواحده انه انت ما يحتاج تراجع كل الجهات ذات العلاقه وانما تتجه فقط للاستثمار، الاستثمار عندهم ممثل عن كل جهه. ممتاز. هذول الممثلين الموجودين ضمن القانون، القانون شيء ينص انه هذا الشخص اللي يمثل هذه الدائره مثلا دائره الاثار، دائره النفط، دائره البيئه تنطيه المشروع مالتك، شوفه يتقاطع ويا موضوعهم. جيد. هذول لازم يعني على نص القانون انه خلال 15 يوم ينطون جواب، خلال 15 يوم اذا ما نطوا جواب ذاك الوقت يعتبر موافقه حسب قانون الاستثمار. لكن بالحقيقة أنت تخلص ال 15 يوم وتمشي وتكمل وإجازتك تريد تصير قريبة تطلع ويطلع لك موضوع جديد. المهم هي هاي العقبات الحمد لله تجاوزناها وحصلنا الموافقات الرسمية وهيئة الاستثمار هم قصبت ويانا. يا سنة بديت تسوقوا؟ ورا ما حصلنا الإجازة بحدود يعني تقريبا حدود 6 أشهر بلشنا بالاسس يعني اخذنا المخططات جبناها من شركه دالس من الهولنديه. تعرف انت هاي المزرعه هي يعني باشراف كامل من شركه دالس. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا هذا الفيديو للمهندس داوود اللي مستثمرين بزراعه الفطر. استاذ علاء خلينا نتكلم بموضوع انه ناس انه خاصه بموضوع القطاع الخاص ناس يصرفون رؤوس اموال كبيره جدا، يعني هذا المشروع كلف يعني ما بالغ ذا اقول لك ملايين دولارات، وللاسف يعني تعقيدات الروتين روح للاثار روح للنفط روح ما اعرف شنو يبدون بالمشروع بعدين يجيهم ايقاف على هالموضوع. يعني هل هذا الروتين اللي دا يصير بسبب قوانين قديمه وكلاسيكيه وروتينيه لو اكو تقصد بهذا الموضوع؟ بالاستثمار اكو فقره مهمه جدا وهي يعني مثل ما سواها بالبنك المركزي يعني اكو شيء اسمه النافذة الواحدة. احنا نختلف هو القانون قانون واحد يعني قانون الاستثمار الوطني في هيئة الاستثمار وقانون الاستثمار كردستان.
انت اليوم من تروح الكردستان وتدخل على اي مشروع من المشاريع اكو نافذه واحده تدخل لهاي النافذه وتجيك الموافقات. احنا مشكلتنا عندنا نوافذ داخل هيئه الاستثمار. يعني انت من تدخل على اي مشروع استثماري ينطيك كتاب تروح للري وينطيك كتاب تروح للمجاري وينطيك كتاب تروح للكهرباء وينطيك ينطيك الى ان البيروقراطيه اللي موجوده في كل هذه النوافذ اكو صرف واكو دفع واكو فلوس. فبالتالي يعجز المستثمر ويوصل الى نتيجه ويقول لك انا ما يعني خلص هذا اللي دفعته اعتبره خساره ويطلع من قبل يوم كنت اتصور مشروع دواجن صاحب الدواجن عنده معمل لانتاج العلف في محافظه بابل شفته مفك كل المعمل قلت له ليش؟ قال لي راح انقل الاربيل. فهي هذه المشكله الاساسيه والمشكله الاكثر تعقيد فيما يتعلق يعني بالاستثمار اليوم. انا اسمع مكانه السيدة رئيسة هيئة الاستثمار الله يستر عليها ويخليها أنه أكو أكثر من 2000 مشروع استثماري يعني محالة بإجازات ولكن لم تنفذ لحد الآن. شنو السبب من تنفذ أنه؟ وهذه لأنه صارت العملية صارت تجارة بالاستثمار ولهذا يعني أصبح الاستثمار في العراق يعني إحنا نقول يعني جهة طاردة للاستثمار. هيئة الاستثمار أصبحت جهة طاردة للاستثمار. يعني اليوم انت من تنطي 200,000 اجازه العمل صار باجازات الاستثمار صار عمل تجاري. يعني ياخذ الاجازه يبيعها لشخص وشخص يبيعها لشخص واصبحت هذه العمليات اصبحت الاجازه وليس المشروع. الاجازه مال الاستثمار يعني هالجمال صعبه قاعد تطلع صارت تجاره. ف اليوم اكو قرار يعني اللي سمعت او اللي فهمت اكو قرار انه سحب كل الاجازات اللي لم يتم تنفيذ مشاريع حولية بحدود 2000 إجازة أو أقل أكثر ما أعرف يعني بالضبط. رقم كبير جدا. فإذا كان السيد رئيس الوزراء جاد في هذه المسألة تسوي. فالقرار يجب أن يكون يوضع حيز تنفيذ لسحب كل هذه الإجازات من كل الجهات اللي أخذت المشروع وتاجرت به بالبيع والشراء كإجازات. يعني اليوم أنا سدى لاحظ ما يتعلق بالإفطار يعني خلينا نقول إحنا الإفطار مادة غذائية دسمة يعني مادة تحتوي على العراق من الدول النادرة جدا في مسألة يعني اللي الله منطينا اياه اللي هو الشمة صحيح. واكو بعد عندنا احنا بالعراق اكو امور يعني هذا النارنج اللي احنا نشوفه مرات كيلو بألف اقل من الحمضيات كيلو بألف وكيلو مدري شنو هو الاكثر فيما يتعلق بفيتامين سي موجود صحيح. العراق قد يكون الدول الوحيدة او الدولة الثانية بالعالم كله ينزرع بها هذا. نعم. وعندنا النومي حلو ايضا هذا ما موجود بالعالم كله وعندنا هذا التفاح الابيض التفاح هذا الوحيد اللي ينتج عندنا فعلا. عندنا المشمش عندنا 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 كثير من المواد الزراعيه ومن الفواكه لكن قول لي هل هناك جهات يعني تستثمر هذه حتى اللي يطلع بالصيف اقدر اكله بالشتاء او اللي يطلع بالشتاء اقدر اكله بالصيف؟ لا هذا ما موجود. فهنا هي المشكله هنا هي المشكله فيما يتعلق بالاستثمار استثمار هذه المشاريع. نعم. ايضا طبعا احب المشاهد خلينا نوضح معلومه اليوم يعني كواقع عراقي حاليا اليوم اكو علامات تجاريه احنا ما نقدر نوصلها مع العلم هي بدول الجوار. يعني هل اليوم نقارن مثلا صناعه الالبان العراقيه مع التركيه؟ اكيد لا، يعني تفاوت كبير جدا وتفوق تركي. هل نقارن اليوم صناعه الالبان العراقيه مثلا مع شركه المراعي اللي موجوده بالسعوديه؟ لا، اكيد شركه المراعي متفوقه جدا. شركة مثلا كالا الإيرانية هل عندنا قدرة حالية أن نصير مثلا متساوين معاهم؟ لا، أكو تفاوق كبير جدا. فصارت فكرة أنه نقل تلك المصانع إلى داخل العراق فأيضا فكرة جيدة. إحنا إذا ما نقدر نوصل إلى مرحلة إنتاج شيء أنه عراقي ممكن أنه يكون براند عالمي أنه ممكن نستورد هذا الشيء ويجي هو المصنع أو المعمل ينتقل إلى العراق ايضا توفير فرص عمل وغيرها مثل ما صارت مع تجربه كال الايرانيه اللي اصبحت عراقيه بانتقال المصنع الى محافظه كربلاء المقدس. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم مع الاستاذ علاء القصير المستشار الاقتصادي. رايك بهيش خطوه انه احنا اذا ما قدرنا نوصل الى مصنع براند ممكن ينافس براندات الدول الاقليميه خاصه مثل بموضوعات الالبان
انه افضل ما انه نستورده وحدود واليد العامله مو عراقيه، انه يجي هذا المصنع او المعمل يجي يفتح له فرع هناك. رايك بهي التجارب؟ يعني هو يعني تخطيط ذكي وعقول ذكيه يعني بالنسبه للشركات التركيه والشركات الايرانيه، بعد ما قامت وزاره الزراعه بايقاف استيراد الالبان والاجبان والاعتماد على المنتوج المحلي. خططهم كانت قلت لك خطط ذكيه، انه نخلوا هاي المعامل جابوها لسليمانيه واربيل، وبدا الانتاج يتم داخل العراق ويباع على اساس انه هو هذا عراقي في حين انه هو تركي او ايراني. احنا لن على قولتهم يقول لنا نطيب صناعتنا. أكيد يعني العراق من اوائل الدول فيما يتعلق بصناعه الالبان، اللي كان يعني مصنع الالبان هذا اللي موجود بابو غريب. نعم. ما كانت حتى في كل هاي الدول اليوم اللي قاعد تشتغل بالالبان، ما كان عندها انتاج بقدر الانتاج اللي كان يطلع من هذا المصنع. اي بس انا اقول الان كواقع حاضر لا. المشكله شنو؟ يعني احنا عندنا مصانع بيت بنيه. نعم. مصانع عراقيه 100% انتاج اللبن والاجبان وكثير من المواد الاخرى. اكو اليوم قطاع خاص ليشتغل في كليه الزراعه في ابو غريب. صحيح. فيما يتعلق بالاجبان. المنتوج يعني احنا خلينا نقول المنتوج العراقي فيما يتعلق يعني انت اليوم يعني تتذوق اللبن العراقي مثلا او الجبن العراقي او حتى الحليب العراقي وتتذوق الحليب يعني الاجبان والالبان يعني ما اريد ابخس بانتاج معين مثل الفواكه العراقيه بها طعم بها ريحه بها شيء بها يعني تحس براحه وانت تاكل شيء عراقي خليني اقول صحيح. يعني مثلا فاعتماد العراق في فترة من الفترات دائما على المصانع العراقية الحكومية هو اللي أدى بأن يعني ينحدر نحو الأسفل هذا الإنتاج. يعني بنظرك أستاذ علاء أنه الآن لو نريد نرجع الصناعات الغذائية إلى مجدها السابق، هل أنه لازم الحكومة مصانعها وزاراتها تبدأ تشتغل أو الاهتمام ودعم القطاع الخاص؟ أكو قرار حاليا في وزارة الصناعة يعني استثمار المصانع من قبل السيد الوزير طبعا، انه كل المشاريع الصناعيه الموجوده حاليا بعد ماكو يجي شخص او تجي شركه تستثمر هذا المصنع، لانه المصانع اصبحت يعني اعمارها طويله وبالتالي انتاجها ما راح يكون بالمستوى المطلوب. فالمستثمر عليه ان ينشئ معمل جديد في نفس المكان في نفس الارض في نفس داخل المشروع ونفس فكره المشروع نعم السابق. يعني احنا مو هي يعني احنا اذا ندخل بتفاصيل الصناعات الغذائيه ما نطلع منها بثلاث اربع حلقات. نعم اكيد. اليوم. لكن خلينا على شيء يعني مهم جدا وهو اللي يعتمد عليه العراقي. وهو الالبان. نعم. كل انواعها ومشتقاتها. خلينا نشتغل على هذا الشمة. أيه. ونسوي منه يعني كثير من القضايا التصنيعيه اللي لها علاقه بهذا البروتين اللي اغلى. صحيح. واغنى من اللحم. الفطر ايضا. يعني ليش هذه المعوقات لهكذا او لهكذا لهؤلاء المستثمرين؟ ليش ما شجع الفراوله اليوم اللي نجحت عندنا بالعراق؟ نجحت انا رايح ونجحت عندنا كثير كثير، لانه يعني الله مطينا جو مطينا مي مطينا ارض هي ثاني او ثالث اخصب ارض موجوده في كل العالم. يعني بامكان المزارع العراقي ان يعني يزرع بهذه الارض اربع فصول يعني اربع يعني قبلنا تقريبا قبل خصوبة التربه العراقيه خصوبتها ثاني او ثالث يعني اخصب ارض من الاول عندك معلومات الاول على العالم منه ما اقدر اقول بس اكو شريط عندنا مثلا شريط المنطقه الوسطى من بغداد الى الحله مناطق كربلاء مناطق يعني هاي المناطق الوسطيه هي اغنى اراضي زراعيه موجوده في العالم. هذه على من خلال قراءات وليس من خلال انه انا رايح زارع او اكيد لا شيء علمي. هاي الارض يعني هذه ارض ولهذا كثر بها مثلا عندنا زراعه الرز، كثرت بها النخيل، كثر بها الرمان، كثر بها كثير من الفواكه. صح. يعني ناس تقول لك دياله كانت مثلا في البرتقال والحمضيات. لكن اراضي كربلاء والنجف يعني هاي الاراضي اللي موجوده في الوسط هي اغنى الاراضي فعلا. لكن ما استغلت واستثمرت مثل فيه. مصانع العصائر وغيرها للاسف يعني كانت بحب. كلها هاي كلها كانت موجوده لكن قلت لك كلها كانت تعتمد يعني على اشراف والحكومه. فالعامل في هذه اليوم انت من يشوف المستثمر الاخ اللي هسه ظهر هذا جايب فلوس يريد يربح فدائما يحاول انتاجه يكون جيد ومعمله يكون
متابع ومراقب في صيانته. أنا موظف أشتغل معمل ألبان، أنا بكل بالي أنه يجي رأس شهر أخذ راتبي وأطلع، طلع الإنتاج زين طلع الإنتاج مو زين، هذا مو شغلي، مو شغلي هذا. فأنا أخذ راتبي وخلص. لكن اليوم من يجيك المستثمر ويستثمر الأرض ويستثمر الزرع العراقي ويستثمر المي العراقي لأغراض الربح، مو لأغراض سواد عيني أني أو مواطن العراقي، لكن هذا خلي يريد يطلع إنتاج ويبيع حتى يربح. الفرق بين الاشتراكي والرأسمالي. لا هو بالضبط. يعني اليوم الحكومة هي اللي تزرع، لكن إذا انطيت يعني هو ليش تم تدمير القطاع الخاص عن بكرة أبيه بالسنوات الأخيرة؟ هسه بدأ ينشط شوي القطاع الخاص. هو هذا الغرض من عنده. يعني هسه أنت اليوم إذا تريد تفتح والاشتراكيين يعني هو اليوم أنا إذا أردت أفتح مجال استثمار استثمر وجودك. بما انه هو طارح هذا السؤال بهذا البرنامج وماكو جواب وافي وشافي عن هذا الموضوع، هل العراق راس مالي او اشتراكي اقتصادي؟ هو العراق مر بثلاث مراحل. شوف انا اسميها احشي لك على الصناعه، على الاقتصاد كله. لا لا هو نعم. هو انا اقول لك اياها، احنا يعني من كنا احنا من الدول يعني من الدول الراقيه في الانتاج والصناعه في زمن الملوكية إلى حد خلينا نقول عليها 58 ثورة، كان العراق نعم. أنا أسميه كان العراق دولة رأسمالية لأنها كانت تعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع وإلى آخره. نجينا على 68 وصعدنا بها إلى 2003 عفوا 58 لا 58 إلى وصلنا للتسعين. للتسعين قبل الحصار. هذه كانت كلها عبارة عن نظام اشتراكي، نظام صرف يعتمد على إدارة الدولة ومراقبة الدولة. لكن كان أكو هناك قطاعات مختلفة فسموها قطاعات مختلطة، اشترك القطاع الخاص مع الحكومة سوى قطاعات مختلطة. وأيضا كان هناك دعم للقطاعات القطاع الخاص أن يشتغل بحرية ويشتغل بعقل ويشتغل برفاهية خلي أسميها صناعية. فكان أكو إنتاج عراقي زراعي صناعي، أنا أسميها حتى ثقافة لأنه الثقافة هم إنتاج وصناعة. صحيح. فكان أكو هذا الشيء موجود، وهذا كان إحنا نسميه نظام الناس سموه النظام الاشتراكي الإسلامي، ناس سموه الاشتراكي معرفة، فطوا ألقاب كل شوية. دخلنا بمرحلة التسعين لألفين وثلاثة انعدمت بي الرأسمالية وانعدمت بي الاشتراكية. ألفين وثلاثة لغاية اليوم أنا أسميه يعني أبعد عن الرأسمالية وأبعد عن الاشتراكية وأبعد عن الليبرالية وأنا أسميه نظام الفوضوي. فوضوي. فوضوي. زين 2023 شنو استحنا؟ 2023 قاعد نتجه إلى الرأسمالية؟ هو هي مو نتجه للرأسمالية، 2023 العالم كله والعراق جزء من هذا العالم يتجه نحو شيء اسمه الكساد، و يعني الكساد في كل نواحيه. الكساد في المال والكساد في البيع في العرض والطلب والشراء والى اخره. هنا انا راح اضيع المعايير. هنا أنا اليوم احنا بعد هاي الفتره من 23 واحنا رايحين في كل العالم اليوم السبع اللي يخلص روحه. ايش واصل مرحله؟ اي السبع العراق يقدر يخلص روحه؟ اذا نطول خليني اقول لك اياها وانا مسؤول عنها. اذا أطلقوا حرية وأطلقوا اليد وابتعدوا عن ما يود تقديم الأخ محمد الشاعر السوداني، احنا راح نروح إلى مستوى عالي من الاقتصاد المنتج يا الله والزراعة الجيدة. الله يبشرك بالخير. الله يسلمك. الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين يعني أنه لا تقتصر أن الصناعات الغذائية على أنه مشاريع عملاقة وتحتاج يد عاملة، ايضا اكو اشخاص يعني واحد اثنين ثلاثة ينتجون مشاريع او يأسسون مشاريع بسيطة جدا، ولكن ايضا هي تعتبر صناعات غذائية وبطرق حديثة وناقليها من الخارج ومعيشين نفسهم. يعني اليوم عندنا قصة شاب عراقي من اهالي محافظة الموصل اللي تهجر وهاي وسافر خارج العراق، شاف فالطريقة اليوم لاستخلاص الزيت الزيتون بطرق حديثة وجربها في احد مشاريع البسيطة وصار اصبح من المنتجين المهمين في محافظة نينوى. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. اريد اوقف لك بنقطه كلش مهمه استاذ علاء. يقول لك ان الكابوس الذي يواجه الصناعات الغذائيه في العراق هو المنافسه الخارجيه الشديده، لا سيما في مجال الاسعار، اذ ان تكلفه تصنيع اي ماده داخل العراق تقريبا اسعارها وتكلفتها هي اضعاف ما ينتج خارج العراق. لذلك نشاهد انه مثلا الماده، يعني انا اخر اتكلم لك مثلا عن الفطر اللي صورته، انه تقريبا القطعه الواحده توصل العراقيه الفريش القريبه مثلا، هو بالمدائن هذا المصنع، بالقطعه الواحده ب 2000 دينار 2000 وربع، اما اللي يجي المستورد تقريبا ب 1000 وربع 1000 ونص اقل من العراقي. شلون؟ اسباب انه البلد الوحيد اللي يكون المستورد هو ارخص من المحلي. هنا احنا نقول يعني غابت الدوله عن الدعم. الدوله العراقيه او تقنن الاستيراد. الدوله لما كانت، احنا بغض النظام عن اي نظام كان وعن اي سياسه كانت موجوده في العراق، لكن كان هناك دعم للمزارع العراقي. لما يكون هناك دعم للمزارع العراقي فيما يتعلق بالاعلاف، فيما يتعلق بالمعدات، بالمكائن، بالمضخات الماء، فبالنتيجه راح يكون انتاجه جيد ورخيص. لما الدوله شالت ايديها من هذه الحاله مثل ما صار يساعدنا، كان انتاج الرز مثلا، خل اقول لك يا رز العنبر اللي كنا نصدره لكل العالم. صحيح. والان يعني الدوله كانت يعني هسه بعد يعني هو قل الفرات او قل دجله وما ينادى يروح كل الشط العرب، بده يروح للخليج. اسوي له منفذ يروح لهاي المناطق الزراعيه اللي تنتج هذا يعني هذه احنا نسميها العطره الطيبه من الرز العنبر هذا. غاب المي عنهم وبالتالي الانتاج نقص. انا السؤال ثاني خلي اقول لك اياه، هو احنا نرجع سؤالنا فيما يتعلق بالالبان. اليوم العراق او الشركات العراقيه والقطاع الخاص العراقي قادر على منافسه كل انواع الاجبان والالبان وبقيه الامور الاخرى اللي متعلقه بالحليب. يعني مشكله يعني اذا منافس بالاسعار. استاذ علاء، اذا نظل نجامل نفسنا ونجامل صناعتنا بصراحه ما يعني ما راح نحل المشكله. يعني هل مثلا تقنع الاستاذ علاء انه نقدر خلال سنه ننتج مثلا جبن بجوده كرافت العالمي؟ لا لا، انت لا تقارن هذه. عندنا قدره نوصل لمرحله المراعي يعني خلال سنه. انت قول لي هسه هيش ناخذها يعني ايش قد يستهلك العراقي من الجبن العرب مقارنه بجبن كرافت؟ لا، ميالين للعرب. انا اقول لك اذا خلينا نروح لهذه لانه العراقي يحب هذه. انا شو اسوي بالجرافت؟ الجرافت تطيل الطفل قطعه قطعتين ممكن استورد الان. اما اذا نجي على الالبان بكل انواع الالبان، يا اخوان انا بدي اقولها من خلالكم، تذوقوا لبن يعني مال بيت بنيه، هاي البان بنيه كانون وغير كانون مع الالبان الاخرى وشوفوا نكهه الطعم. يعني قبل البارحه والله شفت فيديو بالسوشيال ميديا انه اكو محل كويتي مستورد جيمر عراقي، التعامل وياه يعني شو مثلا الصايغ مال الذهب يتعامل وياه، هذا جيمر عراقي عندنا قطع قليله منه تصل على هالرقم هذا، هيك يعاملون هو الجيمر. كيف نستثمر هذا الشيء؟ هو الجيمر العراقي، احنا ناكل الجيمر 100% فات يسموه، يعني فات يعني الدهين ماكو. نعم، العالم برا ما ياكلون الجيمر مثل ما ياكلون الجيمر طعمه العراقي. صحيح، لانه هناك انت تاكل الجيمر بنسب من الدهون، يعني تاخذه من 8% اعلى شيء يوصل عندهم 24%، احنا ناكله 100%. ما شاء الله. وصحه ما شاء الله يعني. صحيح. فقلت لك الدعم، دعم الحكومي للقطاع الزراعي يعني دعم مخجل ودعم يعني ما، وهي هاي انا اعتبرها سياسه ومفروضه على الحكومه العراقيه تدمير. يعني مو تدمير وانما ان تبقى الزراعه او المنتج العراقي ضعيف. بالتالي الاعتماد على الخارج. دقيقه، خليني اسالك اسئله سريعه بما انه نستثمر وجودك كمستشار اقتصادي، ممكن ابمام يعني نبتعد عن الموضوع، موضوعة الدولار تحل بالايام القادمه؟ على المدى الطويل ممكن. ايش قد المدى الطويل؟ يعني مو اقل من سنه. اكو بعض الاقاويل يقول لك راح يوصل 200، اكو هيك شيء تتوقع؟ ما اقدر اقول يعني هذا اعلام كله، يعني اللي يقول 2000 واللي يقول 200 واللي يقول، لكن اذا بقت السياسه بهذا الطريقه. نعم، خليني اقول لك يا شغله واحده. اكو ناس تضررت من قطع
نافذة العملة مال البنك المركزي. نعم. فقاعد تشتغل على هاي الحالة حتى تقدر تعوض اللي كانت تاخذه. فهمتك. فتخلي الدولار يصعد حتى استفاد يعني بيه. متفائل بالصناعات الغذائية مستقبلا؟ بوجود إذا استخدمنا واستثمرنا القطاع الخاص. بوجود أنا أقول لك يا هواي تحملها أني. نعم. خلي يسمعوني كل الإخوان في القطاع أو في الأحزاب السياسية. ايه. بوجود محمد إشاع السوداني سننجح. كل التحية والشكر لك أستاذ علاء القصر المستشار الاقتصادي والخبير الاقتصادي ومستشار رئيس مجلس النواب سابقا بالشؤون الاقتصادية. شكرا جزيلا. ما شاء الله محمد إشاع السوداني هواي متفائلين به، بس نريد شيء على أرض الواقع على مود إحنا هم نتفائل. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.